نحتاج إلى قماش جرسيه أو قماش مرن متر ونص أو مترتين، مترتين أحسن أو مترين إلا ربع، فطبعا حسب الحجم وأبو العرضين، وهذا هو القماش. أما إذا كان غير شكل يعني صلب فما يناسب هذا الموديل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعي هذا الموديل اللي هو قميص أو تي شيرت فوق الملابس، عريض قطعة واحدة، الكم مع الظهر مع الصدر، وهو من مجلة أزياء لهذا العام، عام 2016. إن شاء الله عام خير على الجميع. وهذا شكله على المانيكان، طويل من الخلف قصير من الأمام، قطعة واحدة الكم مع الصدر والظهر مع الكم أيضا، بي جيب من الأمام بس أنا ما نفذته حتى لا يصير ثخين، وأيضا الكاب ممكن تستغنون عنه حسب الرغبة. وهسه راح أراويكم شلون كيفية رسم الباترون إله. خياطة سهل بس رسم الباترون قليل من والآن رسم الباترون يتطلب أو نحضر كرتونتين أو ورقتين، للظهر أكبر كبيرة وللصدر أقل. فالظهر 90 سنتيمتر وهو طول البلوز أو تي شيرت، 60 العرض طول، 60 العرض طول، 90. فهذه هي المهمة. هسه بعدين نفصل الظهر الصدر. فهذه الورقة أو المستطيل راح نشتغل على كل جهة من جهته. أول جهة، أول وحدة هي الصدر. الصدر منا نقيس 15 سنتيمتر، وبعدين هذه ننزلها بحفرة حسب ما نريد، 3 سنتيمترات 4 حسب ما نريد، لأن حفرة الظهر هذه. هذه من هاي الزاوية، من هاي الزاوية ننزل 25 سنتيمتر، ننزل 25 سنتيمتر هنا، 25 سنتيمتر، وبهاي النقطة وبهاي النقطة نوصلها بقوس، مو بالمسطرة لا باليد قوس. هاي انت منا إلى هنا ننزل 18 أو 16 أو 19 حسب الفتحة الردن اللي نرغبها. فلنفترض أنا مثلا فتحتها خليتها 19، فتحة الردن ردتها أكبر، منا أمشي 10، منا إلى هنا 10 سنتيمتر، 19 10، وهذه أوصلها هاي النقطة بهاي النقطة بقوس بمقعر. فهاي انتهت من هاي الجهة. هسه نعمل الجهة الثانية. هذا منا إلى هنا ناخذ 38 سنتيمتر عرضة من الخصر، 38 سنتيمتر. لل 38 سنتيمتر من هاي الجهة نصعد 7 سنتيمترات 6 سنتيمترات حسب ما نريد حتى تصير قوس، حتى تصير قوس 6 7 حسب ما تريدين القوس. منا إلى هنا منا تصعدين 30 سنتيمتر، تصعدين 30 سنتيمتر، أحيانا بعرض أحيانا بنفسه حسب الرغبة. بعدين هذه بهذه توصليها بمقعر، هذه النقطة نقطة الردين مع أسفل الأباط. هذا هو المنتصف
الظهر، هذا هو منتصف الظهر، هذا الردل وهذا الكتف وهذا الكم وهذا الكتف وهاي الجانب وهذا الأسفل. الأسفل منه أما يكون على شكل خرط أو كسرات طيات أو يكون مفتوح. منه هذا منتصف الظهر، منتصف الظهر ما بي خياط، بس إذا ما يعني القماش ما كفى ممكن تخلينا خياط، بس هو ما بي خياط. أيضا الرد الأمام العرض تاخذيه 56 والطول 76، 56 و 76. فأيضا تجين على جانب تعملين ترسمين عليه. نجي على هذا الجانب 15 سنتيمتر وننزل أكثر، ننزل أيضا حسب الرغبة 10 12 سنتيمتر حسب الفتحة اللي نريدها، 10 حسب الرغبة. بعدين جهة الثانية من الكرتونة أو الورقة ننزل 25 سنتيمتر، 25 سنتيمتر، ونوصلها بقوس باليد بإيدينا، هذا الكتف والكم قوس انتهى. هاي منا إلى هنا نفس الردن، نفس الكم الخلفي، مثلا 19 18 حسب ما رسمتي الأول. فتاخذين منا إلى هنا وبعدين تمشين أيضا 10 وبعدين أيضا توصلي مقعر، هذا الكم للأمام. بعدين منا جهة ثانية، جهة الأخرى، هاي يعني انتهينا منه. منا إلى هنا 28 سنتيمتر، 28 سنتيمتر، ونصعد 30 سنتيمتر. أما تصعدين بها يعني أعرض 5-6 سنتيمترات أو عدل. فنفترض مشينا مائل 30 سنتيمتر، بعدين نوصلها بهذا مقعر. هذا هو الأمام، هذا الأمام. فهذه الأمام وهذا الخلف. أما بالنسبة للكاب، الكاب تاخذين مربع 36 سنتيمتر، 36، وترسمين عليه. تاخذين مربع 36 36، وهو كلش بسيط رسمه. منها هذا 36 سنتيمتر، ممكن أصغر، بس هو الفتحة إذا كبيرة، فتحة الرقبة ثلاثين، 36. فتوصلين بيناتها، فهذا هو المربع. تاخذين من جهة فرضا هذا الجانب للطية، هذا للطية راح يكون هذا الفوق مقوس هالشكل، وهذا منه فثلاث سنتيمترات تروح بالتدريج. هذا هو هذا الكاب. الجيب إذا تحبين تسوي مستطيل، قطعة مستطيلة وبعدين قطعة مستطيلة هالشكل،
وبعدين هذا يتخيط بس منا الفتحة، منا ومنا الفتحة، يعني كأنه هالشكل. إذا تحبين تسوين جيب، بس هو يطي ثخن ويطي ثقل، فا أو دائري ما يهم، مستطيل. هسا هذا نص الجيب، هذا النصف الجيب منه الفتحة، وهذا كله مثبت لأن كبير، فالفتحة من جانب من زاوية. وإلى هنا هذا منتصف الأمام، منتصف الخلف، والكاب والجيب. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله.